عندنا حكام وعندنا كفاءات رائعه. وحضرتك قلت هذا الكلام قبل كده استاذ جمال، استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، كل انا نفسي قلت هذا الكلام، ان احنا عندنا كفاءات رائعه ولكن تحتاج الى ممكن جزء هو العداله والاداره الجيده وجزء ثقه، لانه هل ينفع ان احنا نقعد كل ده من غير ما يكون تحكيم المصري؟ شفت محمد علي النهارده واحده بس هقولها لك، الراجل قال لهم انا عايز منكم تطبقوا الى نهايه الدوري 10% من اللي بنقوله. النهارده حاجه واحده بس اتطبقت من الاجتماع، رائع كويس جدا، الالتحام المشروع. سابوه سابوا محمد علي في ماتشات اخرى مستحيل صح أوكي. خاصه يعني في اللون الاحمر هي حاجه تيك، لكن النهارده كان حاجه يعني حاجه حلوه من محمد يعني عادل الحقيقه الالتحام المشروع. دليل ايه؟ ما ده نتيجته ايه اللي حصل؟ التحكيم المصري برضو ايه السبب؟ عمل لك مشكله في ايه؟ انك انت لما دخلت في المعترك الافريقي الحقيقي في نهائيات امم افريقيا بالكاميرون وحتى في الماتشات والماتش الفاصل مع السنغال، انت مع كل كوره لما تحتك وتقع بتبص للحكم، بتبص للحكم ومش عايز تقوم الا لما يحصل الحكم، هو يديك حاجه الحكم مش هيديك حاجه لانه دي لعبه قايمه على كده. فانا عايز اقوله قاعدين النهارده بنتفرج على ليفربول ما انا عايز اقول حاجه كده زي حاجه الحكم مش موجود. بص يا كابتن اسلام، على فكره نجاح الراجل ده مسؤوليه اتحاد الكوره اوكي، ومسؤوليه اتحاد الكوره في حمايته والاعلام، لانه الدفع بوجوه جديده والاهميه والتركيز على تحسين اداء الفار وسرعه اتخاذ القرار. لانه النهارده حصلت حاجه برضه لما حسب ضربه الجزاء محمد عادل ما رجعش للفار حتى لو كان بيكلمه، خد القرار من غير ما يرجع، راح لاحظ الحته دي امبارح في ضربه الجزاء يبقى في اختلاف. انا بكلمك اهو امبارح في لحظه ضربه الجزاء الاهلي ما شارش لضربه الجزاء. ايوه يا فندم يبقى في اختلاف، ما ناخد بالي ايمن انا بكلمك، لكن النهارده ما كانش فيه وكابتن محمد عادل حسب ركله الجزاء، لان في ماتش امبارح في برضه ضربه جزاء على المقصه قبل ضربه الجزاء دي، الواد الكره نازله خدها بايده حضنها كده وسابها اوضح يعني. بص واضحه لو انت شفتها في الماتش، هي تقريبا اللي حصلت النهارده، نفس تقريبا اللي حصلت النهارده وعدت ومحدش وقف. اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ يعني الناس اللي بتقتدي وبامانه شديده وبتقول رياضه ومش رياضه، انت من الذكاء بدل ما تطلع يا كابتن جمال ويعني وتتكلم كده فيها نوع من الطاووسيه العاليه كده وانت يعني شايف نفسك بتقول للاهل يعني انت ستنال من المشهد العام وتحاول تلصق بالاهل ما ليس فيه. لا مش بالعكس، انت بتخسر ومش هتقدر تعمل حاجه، ولو عملت ولو رحت فين ولو لفت الايام وجيت هي برضه موقفك صعب برضه.